خليني اقول لك على حاجه كريم. يعني اكيد قبل اي مباراه يعني مفروض ان الصحافه الخاصه ب او تابعه للدوله اللي النادي بتاعها بيلعب بتكون يعني منحازه ليه، اكيد بتقول كلام تشجيعي وغيره. ولكن عايز اقول لك ان في بعض الصحف البرازيليه تحدثت او حذرت بالميراس من يعني مواجهه الاهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض المنشطات فقط. يعني بعض الصحف البرازيليه قالت او كانت بتحذر بالميراس من الاهلي بمونديال الانديه. المنشط الاخر الاهلي افضل من برشلونه وقادر على دهس بالميراس. ومن صحيفه اخيره بتتحدث الاهلي قادر على دهس بالميراس وصمد امام بايرن اكثر من برشلونه. فده ما يقال عن الاهلي في الخارج او في البلد اللي انت هتواجه النادي بتاعها او زي ما بنقول يعني النادي المنافس. فانا اعتقد يعني احنا اكيد مش محتاجين ان احنا نعرف قيمه نادينا، ولكن ان دل هذا الامر على شيء فيدل على قوة وعظمة النادي اللي احنا بننتمي ليه. فنادي بيهابه يعني البعض، مش هقول الكل، البعض كبار بالظبط يعني الفرق في العالم. فاعتقد ان ده يعني شيء مفروض كلنا نكون سعداء بيه. خلي بالك برضو من ضمن التفاصيل اللي خلت ناس كتير تشوف ان النادي الاهلي افضل من برشلونه، لان الجمله دي لما تتقال في المطلق في ناس كتير هتقف وتتاملها تقول لك بناء على ايه بتقول كلام زي ده. يمكن وجهه النظر قد تكون، واحتمال اكون مخطئ في هذا الامر، بس ممكن جدا تكون وجهه النظر في المقارنه دي جت بعد ما بايرن ميونخ فاز على برشلونه 8-2 في الوقت اللي النادي الاهلي بصعوبه شديده يعني اتهزم بهدفين. ف ممكن تكون دي الزاويه اللي الناس بتقول البناء عليها الجمله. يجوز طبعا، يجوز، ولكن هي دي كره القدم. واحنا برضو هنرجع نقول نادينا كبير والبعض. انا يعني هرجع اقول تاني كنهواند اللي هي اهلاويه، انا راضيه جدا عن اداء فريقي. انا شفت ان في خطه دفاعيه كانت في الشوط الاول، ربما لو كنا، طبعا ده تحليلي انا المتواضع، لو كنا فتحنا عن كده ممكن كان يبقى في اجوان، الله اعلم. ولكن انا مع الخطه اللي وضعها موسيماني جدا، وشايفه ان ادائنا كان يعني اداء رجولي جدا في الملعب. فنتمنى طبعا كنا الفوز، ولكن برضو لازم كل واحد يعني يكون عاقل برضو فيما يطمح ليه. ربما ده ما كانش وقتها او ده ما كانش وقته ان احنا نفوز دلوقتي، ولكن اكيد في يوم من الايام الاهلي هيصبح هو بطل العالم في الانديه.